كاف 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. محكمة تمت المناقشة هذه الملف ترتدوا فوق الشكلية حول الصفة ديال المركز الوطني حقوق الإنسان في تصيب نفسه كمطالب حق المدني على إثر هاد المتهمين الثلاث. تم عرض عليهم اعتراف بطرف الدفاع ديالنا اللي مجموعة من المحامون. كذلك النقطة الثانية هو أن رئيس الجلسة استمع لمجموعة من الضحايا اللي جاوا، أكدوا كلهم أنهم تعرضوا للسب والقذف والتشهير والمس بالحياة الخاصة بأقبح الأوصاف والمعود. أخيرا كنت أنا تم الاستماع لي بصفتي رئيس مجلس الوطن الإنسان لما تعرض له بصفة شخصية أو بصفة بصفتي كرئيس إطار رفقة مجموعة ديال الإخوة ديال أعضاء مجلس الوطن حقوق الإنسان. اللي شرط ليه هو أن أول موضع المركز الوطني حقوق الإنسان الشكاية وضع مجموعة ديال الأشخاص وبالدليل هم الماتي أمامكم اليوم هذا المعتقد الثلاث بالأسماء، بدليل أن مجموعة ديال الفيديوهات ومجموعة ديال الأشرطة خرجوا ليصرحوا فيها أنهم هم القائمين على الحسابات. كذلك أحد الأشخاص المسمى مول الفراري كان دار واحد ريبورتاج في أحد المواقع من طرف محمد طاهر وكان تعترف بمعطيات مضبوطة حول السير ديال الحساب على موقع التواصل الانستغرام أو سناب شات. كذلك المسمى المقاومة غلامور كانت عدة مناسبات هي صرحت مجموعة تصريحات إضافة إلى مجموعة ديال الأودير. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.